الحمد لله على توفيقه وفضله، ونسأله أن يكرمنا بطوله ووصله، وصلى الله وسلم على خاتم رسله سيدنا محمد الذي هدانا إلى سواء السبيل، وجعلنا الله به خير أمة أخرجت للناس فضلا من الحق اقتضى التفضيل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. من رحاب الأزهر الشريف الأنور نواصل دروسنا متقربين إلى مولانا، متعرضين لنظره وعنايته في تقويم أخلاقنا وأخلاق أهالينا وأولادنا، ونواصل القراءة من ملخص إحياء علوم الدين. وإنما مقصود العبادات تأثيرها في القلب، وإنما يتأكد بكثرة المواظبة، وغاية الأخلاق أن ينقطع عن النفس حب الدنيا ويرسخ فيها حب الله تعالى. أما إذا كانت النفس بالعادة تستلذ بالباطل وتميل إليه، فكيف لا تستلذ الحق إذا ردت إليه والتزمت المواظبة عليه؟ يبين لنا الشيخ فيما ننال به حسن الخلق أن المقصود من العبادات تأثيرها على القلب، ولذا نقرأ قول الله في الصلاة مثلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ونقرأ قول الله أيضا في الصوم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تثبت حقائق التقوى في قلوبكم بسبب الصوم. بسبب الصوم يثبت الحلم، بسبب الصوم يثبت الصبر، بسبب الصوم يثبت الزهد، بسبب الصوم يثبت الورع لعلكم تتقون. فمقصود العبادات تأثيرها على القلب، وإنما يتأكد هذا التأثير على القلب بكثرة المواظبة وأداء العبادة على وجه الإحسان. ولذا يقولون: رب قائم ليس له من قيامة إلا السهر والتعب، ورب صائم ليس له من صيامة إلا الجوع والظمأ إلى غير ذلك. بل قال صلى الله عليه وسلم: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، ما قام بإخلاص النية في الجهاد فلم يكن مجاهدا عند الله وهو قتيل بين الصفين. إذن فلا بد من ملاحظة أن مقصود العبادات تأثيرها في القلب، وكل عبادة تمت على وجهها لا بد أن تؤثر في القلب نورا وصفاء، فإن لم يحصل التأثير فهناك خلل يجب مراجعة النفس فيه حتى تستقيم العبادات وننال آثار العبادات فينا وفي بواطننا. وكل عبادة تزيدنا نورا وقربا ومعرفة وفهما وإيمانا ويقينا وتواضعا وصدقا مع الله تبارك وتعالى. وغاية الأخلاق أن ينقطع عن النفس حب الدنيا، أي كل ما يشغل عن الله ويقطع عن الله ويرسخ فيها حب الله جل جلاله. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا، أشد مما يحب المشركون أصنامهم، أشد مما يحب أهل التعظيم للفانيات فانياتهم، وأهل المبادئ والأحزاب المختلفة أشد من محبتهم لقادتهم ولمبادئهم، محبة المؤمن لله أشد من هؤلاء كلهم. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم أذقنا لذة المحبة. قال: أما إذا كانت النفس بالعادة تستلذ بالباطل وتميل إليه، فكيف إذا لا تستلذ بالحق إذا ردت إليه والتزمت المواظبة عليه؟ فهي أقرب لأنه فطرتها ولأنه الأصل فيها. فكما استحلت المعصية وركنت إليها وأنست بها، لو رددتها إلى الطاعة وقومتها باللطف وبالمعروف وبالإحسان لاستلذت الطاعة ولا أقبلت عليها، ولا صارت تدرك معنى قولهم: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. وقد كانوا يقولوا لبعض الصالحين:
اسمه عمر بن عبد الرحمن العطاس، أنت في طول القيام في الليل ما تتعب؟ قال إنما رتبنا أنفسنا ودبرناها حتى استحلت القيام، فنحن بحمد الله تبارك وتعالى ما نتعب. ما شاء هو إياهم، وإذا بناس عندهم زواج في تلك الليلة عندهم غناء وشرح. قال هؤلاء ما يعملون؟ قال يغنون، لأن عندهم مناسبة فرح عندهم زواج. قال قيام أو قعود؟ قالوا قيامهم. قال يتعبون ما يتعبون؟ قالوا الفرح الذي فيهم ما عاد يخليهم يشعرون بالتعب. قال إلى متى؟ قالوا إلى آخر ليل ولا إلى الفجر يجلسون. قال حسبكم الله، هؤلاء فرحوا بعرس والفرح ما عاد أبعد عنهم كلفة الله، كلفة التعب والقيام، ونحن نقوم من أجل رب العرش وتقولون لنا نتعب؟ قال عيب عليكم، فنحن فرحنا برب العالمين أقوى من فرح هؤلاء بعرسهم أو قبام من فرح هؤلاء، فمن أين يأتينا التعب ونحن في مثل هذا الحال؟ وهكذا النفس إذا ألفت الطاعة استحلتها، كيف تستلذ المخالفة والمعصية ثم لا ردها وقدها بالرفق وباللين وبالصدق مع الله، تراها أنها استحلت الطاعة وألفتها وأنست بها حتى لا تقوى على تركها بعد ذلك. وبهذا كان يقول بعض الصلحة: لأن يستقبلني أحد بشعلة نار في وجهي أحب إلي من أن يكلمني بكلام الدنيا بين المغرب والعشاء. كان بين المغرب والعشاء في قرآن وذكر، لو تستقبلنا بشعلة نار أحسن لي، ولا تقعد تذكر لي كلام الدنيا والغفلة في هذا الوقت الشريف. فاستحلى ذلك واستطابه وصار عنده ما يقول. بعض الصحابة رضي الله عنهم شكا وسوسة في الصلاة، قال له واحد تذكر الدنيا، قال ها لأن تختلف في الأسنة يعني الرماح الطعن أحب إلي من أن أذكر الدنيا في الصلاة. قال عجيب، فما هي الوسوسة التي تشكيها؟ قال أستحضر الوقوف بين يدي الله فأذهل عما أنا فيه. وهذا لما قام شريف عند غيره، لكن هو بالنسبة له عد أنه ناقص. فانظر كيف صار حالهم مع الله تبارك وتعالى. يقول الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة، وتارة باعتياد الأفعال الجميلة، تارة بمشاهدة أرباب الأفعال ومصاحبتهم، إما مباشرة واحد قدامك بجسده وروحه، وإما بالمعنى كيف تقرأ كتبهم أو تتفرج عليهم في التلفزيون أو في النت أو في الجوال، تتأثر بهم إما سلبا أو إيجابا، خيرا أو شرا، الأثر يحصل شئت أم أبيت، أنت مخلوق بشر والتأثير من سنة الله فيك. إن كان قابلت الأخيار والخيرين والصالحين سرى إليك الأثر، وإن قابلت الأشرار يسري إليك شئت أم أبيت. ولهذا النبي مثل الجليس الصالح والجليس السوء ببايع المسك ونافخ الكير. فقل لي إذا واحد جلس عند بايع مسك وقال أنا ما أريد أن أشم رائحة طيبة، قلت تريد ولا ما تريد؟ مسكه بيصل إلى أنفك شئت أم أبيت، وأنفك ستشم ولو على رغم أنفك. هكذا. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين أن القوم اللي يجتمعون على الذكر والله يجعل مجمعنا من مجامع الذكر، يقول الملك للرب إذا قال أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، يقول فيهم فلان عبد خطى ما جاء للذكر وإنما جاء لحاجة وجلس بينهم، يقول الله وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا شم المسك وصل عنده المسك، ما اشتراه ما هو ما عنده استعداد، ما اشتراه، حتى اذا ما اشتريت ولا اعطاك صاحب المسك الريح بيصل شوي تحصل الفائده. وصاحب نافخ الكير ممكن تجلس عنده ما تجد رائحه سيئه، رائحه الكير لابد تاثر عليك، وان شي شراره طارت ما تستاذنك بعدين، بتجي على رومان بتجي في راسك ولا في ثوبك وتحرقك إذا طارت الشرارة، لأنها ما تقول رخصة وقع عليك ولا رخصة ولا ما أقع عليك، ما تستأذنك في ذلك. فهكذا التمثيل البديع من النبي، وهذا التمثيل وحده يكفي لأن تتهذب أمته إذا ظهرت الأجهزة، إذا جاءت التكنولوجيا بما خيرها وشرها معهم هذا القايد، يعرفون كيف يستعملونها، يعرفون كيف يتصرفون فيها، كيف يحكمونها ولا تحكمهم، يستعملونها ولا تستعملهم،
وهكذا يجب ننصح أبناءنا وننصح بناتنا ونقول لهم قائدكم محمد ولكم الشرف بذلك. لا تجالسوا الأشرار ولا عبر جوال ولا عبر نت، ابعدوا عنهم وغضوا أبصاركم عنهم وجالسوا الأخيار، فإن ربكم يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين، اتبع سبيل من أناب إلي. يقول إذا عرفت هذا فإذا تظاهرت الجهات الثلاث، فطرة حسنة ومجالسة للأخيار وتيسر لأسباب الأخلاق، والله تقوى ويطلع لك إنسان، إنسان بمعنى الحقيقة، إنسان على الوجه الحقيقة. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فهذا أصلا هو مفطور على الأخلاق الفاضلة، ومع ذلك كله جالس الأخيار وأصحاب الفضائل وقرناء الخير وصاحبهم، فتيسرت له أسباب الخير فيقوى عنده الخلق الحسن، والعكس بالعكس، هو أصلا طبعه فيه سوء ومع ذلك جالس قرناء سوء وتيسرت له أسباب الشر. يا الله يطلع لك شرير من المميزين في الشر والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال وبين هذا وهذا مراتب ودرجات وكل شيء بحسابه، فمن يعمل مثقال ذرة، تعرف الذرة الجزء الذي لا يمكن تجزئته، أصغر الأشياء، والله ذكر هذا في القرآن مثقال الذر، وهذه الذرات وألف ذرة ما تؤثر في موازين الدنيا، لكن في ميزان الآخرة ذرة واحدة تؤثر، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله عند الميزان يرجح موازين حسناتنا وتداركنا بفضله، إنه أكرم الأكرمين. يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد قرأها بعض الصحابة وكان ورد من البادية، فلما تعلم مبادئ الإسلام وبعض السور ووصل عند هذه السورة قال حسبي حسبي، لما قرأ قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال حسبي، فقال النبي فقه الرجل، يعني أدرك حقيقة على ضوءها بيقوم في مقام طول حياته، فصار الإنسان من خيار الناس بعد ذلك لما عرف هيبة هذه الآية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فتأكد أنه لن يفوت شيء. إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يضيع مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها. ساعة قضيتها في الأزهر ونيتك فيها صالحة لا تظن أنها تضيع، لن تضيع، وربما أتاك خيرها في وقت أنت محتاج إليه، ربما أدركك الله بها في شدة واجهتك في الحياة فخلصك من الشدة، وربما جاءتك عند الموت أثر الجلسة اللي جلستها من أجل الله فثبت ولقنت الشهادة. إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، ولهذا ورد في الأثر أن مجلس الذكر يدفع شر 70 من مجالس الله، فالحمد لله على فضله. إن الله لا يضم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها وفوق المضاعفة ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. جل العظيم جل العظيم، نسأله أن يقبلنا. تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق. مثال النفس في علاجها بمحو الرذائل وجلب الفضائل، مثال البدن في علاجه بمحو العلل وكسب الصحة له، والغالب على أصل المزاج الاعتدال. وإنما تعتري المعدة المضرة بعوارض الأغذية والأهوية والأحوال، وكل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولا يخلق البدن في الابتداء كاملا، وإنما يكمل ويقوى بالنشوء والتربية والغذاء. كذلك النفس تخلق قابلة للكمال، وإنما تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذي بالعلم. فالشيخ المتبوع يطبب نفوس المريدين ويعالج قلوب المسترشدين،
لا يهجم عليهم بالرياضة والتكاليف ما لم يعرف أخلاقهم وأمراضهم، بل ينظر في مرض المريد وحاله وما تحتمله بنيته من الرياضة، فإن كان مبتدئاً جاهلاً بحدود الشرع فيعلمه أولاً الطهارة والصلاة وظواهر العبادات، وإن كان مشغول بحرام أو مقارفاً لإثم فيأمره أولاً بترك ذلك، فإذا تزين ظاهراً بالعبادات وتطهر عن المعاصي الظاهرة انتقل إلى باطنه ليتفطن بالأخلاق ليتفطن لأخلاق وأمراض قلبه، فيتدرج في تخليصه من العلل الباطنة ويراعيه في ذلك. ومن لطائف الرياضة إذا كان المريد لا يسخو بترك الرعونة رأساً أو صفة أخرى لم يسمح بضدها دفعة، فينقله من خلق مذموم إلى آخر أخف منه، كما يرغب الصبي في المكتب باللعب والكرة ثم ينقل إلى الزينة وفاخر الثياب، ثم ينقل إلى الرئاسة وطلب الجاه، ثم ينقل بالترغيب في الآخرة. وحكي عن بعضهم أنه يعود نفسه الحلم، فكان يستأجر من يشتمه على ملأ من الناس، ويكلف نفسه الصبر وكظم الغيظ، حتى صار الحلم عادة له بحيث كان يضرب به المثل. واستشعر بعضهم في نفسه الجبن فأراد تحصيل خلق الشجاعة، فكان يركب البحر في الشتاء عند اضطراب الأمواج. فالطريق الكلي سلوك مسلك المضاد لما تهواه النفس وتميل إليه، وقد جمع الله ذلك كله في كلمة واحدة فقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والأصل المهم في المجاهدة الوفاء بالعزم، وقد يتيسر أسباب ما عزم على تركه، فليصبر ويستمر، فإن من عود نفسه ترك العزم ألفت ذلك ففسدت. يقول: علاجنا لنفوسنا في محو الرذائل وجلب الفضائل مثل أي بدن اعتل بعلة وأصيب بمرض فيتطبب ليعالج حتى يشفى من هذه العلة وتحل الصحة محل المرض. فكذلك قال: الغالب على أصل المزاج الاعتدال بحمد الله تعالى، ويولد المولود على الفطرة، ويولد الإنسان صحيحا في جسده، وإنما يطرأ على الإنسان بما يعتر المعدة من عوارض الأغذية والأهوية فتأتي الأمراض. كذلك الباطن يولد صحيحا، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والبدن يخلق في البداية ضعيف صغير، ولكن بالتغذية والتربية يكبر وينشى بعد الرضاع، يستطيع الفطام عن الرضاع ويتناول الأغذية ويتناول شيء من الحركة إلى غير ذلك فيرتقي. فكذلك الشيوخ المربون، وفي ذلك أجمعوا على أن من لم يتصل بأرباب التربية تبقى في صفاته صفات مذمومة لا يتفطن لها ولا ينتبه إليها حتى يموت وهي فيه، مثل صاحب العلة إذا ما راح ولا أشرف عليه طبيب ولا رضي يخضع للاستكشافات بواسطة الأشعة وغيرها، تبقى العلة في باطنه حتى تموته حتى يموت ويهلك. فكذلك صاحب الأخلاق، ولهذا قالوا: من لا صحب في زمان شيخ عارف مكين مرت حياته وهو معدود في المفلسين، والعياذ بالله تعالى. يقول سيدنا جعفر الصادق: ضل من ليس له شيخ يرشده، ضل من ليس له شيخ يرشده. فهكذا يحتاج الناس، وسيأتي في هذه الدروس الطرق التي بها يكشف الإنسان عيب نفسه وما كان بين الصحابة في ذلك رضي الله عنهم. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يهذبها وأن يطهر نفوسنا وأن يداويها، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. والحمد لله رب العالمين.